بيستعمل بصناعة المبيدات والمواد الحارقة مثل القنابل والقذائف، وبيستعمل كمان كمادة مشعلة إيجنايتر بالذخائر والألعاب النارية. إذا تم استعماله مباشرة ضد البشر بمنطقة مدنية يعتبر انتهاك لاتفاقية الأسلحة التقليدية The Chemical Weapon Convention. خطورته أنه بيؤدي لحريق حراري وكيماوي Chemical and Thermal Burn. إذا كان بالهواء بيقدر يبعث ضوء بالعتمة ويقدر يبعث بخار أبيض، أوقات فيها تكون ريحته مثل توم Garlic Odor. مشكلته أنه هو بيحترق على درجة حرارة أكثر من 34 درجة، بيحترق تلقائيا، بيتأكسد بالهواء وبالماء ليبعث Phosphoric Acid يلي بيؤدي لحريق كيماوي بالأنسجة والضرر. بالنسبة للعيون بصير عنا زيادة دمع، بصير عنا تخبيش بالنظر، وأوقات ثقب بالقرنية. بالنسبة للقصبة الهوائية المريض بحس بحكيك بالحنجرة، بالمنخار، ضيق بالنفس، تسرع بالنفس، والتهاب الرئوي الكيماوي اللي هو كيميكال لومينايتس اللي فيه بين مؤخر. بالنسبة للجلد بيؤدي لحريق غميق من الدرجة الثانية والثالثة يلي أوقات منضطر نعمل استئصال للأنسجة الميتة، وكمان ببعض الأحيان في أدي لفشل بالكلى ووظائف الكبد. كتير مهم نحن ما نروح على المنطقة اللي صار فيها انبعاث للوايت فوسفورس أو الكشف على البيوت بلا ما نكون فريق مختص راح على المنطقة وحدد المنطقة، وهني بيقولولنا إذا آمن لنقدر نرجع نروح على البيوت، لأنه الوايت فوسفورس في يبقى عم يحترق لبضعة أيام وفي يصير عنا سكندري كونتامينيشن ويلي هو بيصير عنا عوارض بس مجرد ما رحنا بلا واقع على المنطقة لنكشف على البيوت.